السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، المهم البنات هنايا الصباح بكري، كيف ما كنقولوا الصباح بكري بالذهب مشي. فقت بكري، عندي الخدمه وقلت غادي نتقاسم معكم ان شاء الله النهار ديالي. وهنايا غادي ندير شويه ديال ضروري اللي كنفيق، كندير القهوه الكحله هكذا، المهم كنشربها بلا السكر بلا والو باش نفيق، باش ضروري باش نفيق شي شويه. وغادي ان شاء الله نمشي معكم باش نتقاسم معكم كيف ما قلت لكم داكشي اللي كنوجد قبل ما نمشي للخدمه. وصراحه زعما النهار اللي كتفيقي فيه بكري والله الا كتحسي بواحد الراحه اللي هي زوينه بزاف. هانتوما كذا غادي ناخذ القهوه ديالي وغادي نمشي للكاب، حيت تما فين كنخدم ما كنخدمش في الكوزينه اللي كاينه الفوق. هنايا البنات العجينه ديال الشفنج انا كنعجنها بالليل وكندير هذا البلاستيك حيت ما كتخرج نهائيا، انا درتها البلاستيك غذائي كتخرج. هانتوما معانا هنا البنات كنحيد العجينه ديال الشفنج باش ندير الخبز، باش نعجن الخبز. انا البنات درت العجينه المهم ديال الخبز كتعجن كيف ما كتشوفوا. صافي غادي هنايا غادي نغطيه، غادي نخدمه شويه بحال هكا ومن بعد غادي نغطيه نزيد يتسناه شويه. غادي ندير شويه ديال الزيت هنا، غادي ندير ليه الفيلم اليمونتيغ دابا عاد نكمل القهوة ديالي. هنا البنات عندي البيتزا طيبتها غير شوية وصافي، اللي درتها غير البارح في الليل. غادي نستفها في هاد اللاطة كما كتشوفو، هنايا غادي نقطع شوية ديال الفلفلة باش هكذا نديرو لها الفلفله. بالنسبه للبيتزا اللي كندير المارشي كندير غير المهم تير فيها الطون، زعما ما كندير شي حاجه اخرى، ما كنديرش، كندير غير الطون. المهم كندير شويه الفلفله وشويه الطون لاصوص طوماط، ومن بعد كندير شويه ديال الشامبينيون، زعما ما كنديرش شي حاجه الكفته ولا
ما انا غادي نقطع البنات هاد الفلفله، هادي غادي نستعمل فيه الطون. شوفوا البنات في هنايا البنات، غادي ندير لا صوص، المهم لا غادي نديرها للبيتزا. هنا تقطعت شويه ديال الزيتون وداك الطون، دابا غادي نوجدهم، ما غاديش نطيبهم في ساعه، غادي نخليهم حتى نطيب الخبز واحد، غادي نديرهم يطيبوا. هنايا درت واحدين اخرين، هنايا عندي لاصوص اللي صايبها في الدار، ومن بعد كنزيد لها شويه ديال كونسونطري تاع مطيشه. المهم هنايا كندير لهم لاصوص، هي الاولى اللي نقص شويه. ما حتى البنت ما كنعرفش ندير شويه، خاصني نكثر من كل شيء. المهم غادي نكمل ليهم لاصوص. هادو هما البيتزا ديالنا عفوا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نخليهم حتى نطيب الخبز، وعاد ديك الساعه غادي نزيد عليهم شويه ديال الفرماج من الفوق، وغادي ندخلهم للفران. المهم يطيبوا دابا باش ندوز نقرصوا الخبز. هي البنات العجينه ديالنا، صافي غادي نقرصها. شوفان وعندي ياس سميده الغليظه، تقدري ديري هذيك التشيشه، كنديرها في الماء وكنحطها بحال هكذا. صافي هنايا البنات كملت المهم الخبز ديالي، هنايا زعما درتو باش يخمر. هنايا غادي ندوزو باش نديرو الشفنج ديالنا، كيف ما كتلاحظو راه تزاد ضعف الحجم ديالو. بسم الله. بالنسبة للزيت انا درت ليها زعما درتها باش تسخن. صافي هنايا اما كديرو الماء اما كديرو الزيت، انا صراحة كندير الزيت. بسم الله. انا كنقطعهم بحال هكا باش نخليهم عاوتاني يزيدو يرتاحو شي شويه. بالنسبه انا كنكبرهم، كل واحد كدير على حساب. المهم الا في الدار راه من الاحسن يكونوا هكذا صغار، مي المارشي ضروري خاصهم يكونوا شويه كبار. انا صراحه كنكبر كيف ما قلت لكم في لاصوص نتاع البيتزا. المهم ما كنعرفش ندير زعما غير هكذا شويه، خاصني نعمرهم مزيان، واحد السفنج خصو يكون كبير. هنايا بعد ما درت الزيت ديالنا صافي راه سخنات، غادي نبدا
درت هاد المقله صغيره، درت فيها غير شويه ديال الزيت، هنا كنجيبوا العجينه ديالنا. بسم الله، صافي هنايا غادي نهزها. بسم الله، هنا البنات درت هاد الشبكه باش تقطر ليا الزيت. انتما تبارك الله كتشوفوا الشفنج ديالنا كيفاش كيجي. بالنسبه للشفنج كاينين شي وحدين كنطيبهم مزيان، وكاينين شي وحدين كنخليهم بحال هكا، حيت كاينين زعما الناس اللي كيبغيو هكذا يكون مزيان طيب. البنات تبارك الله كيفاش كيجي. ما كنحتاجوش نهائيا نبقى نديرو الزيت من الفوق، غير ملي كتشوفو هكذا صافي راه طاب شويه، كتبقى دوروها بحال هكا كيف ما درت، راه كلشي باين في الفيديو. وبالنسبه للمقادير ديال الشفنج انا درتها لي زعما قدرتو، راه كاينين في القناه، درت جوج خطرات ولا ملي كنشوف خاصني شويه ديال الزيت. المهم كنجيب واحد جوج معالق ونحطوهم هنايا، بالنسبه للعجينه البنات انا غير كنحيد العجينه وكنقطع عاوتاني العجينه اخرى باش هكذا تبقى تقلينا شويه ما نخليوهاش كاع. المهم هذيك العجينه اللي بقات ليا كندير وحده هنايا طيب وكنعمر بلاصتها، انتم كتشوفوا تبارك الله. المهم هنايا غادي نكمل، غادي نحاول نطيب الخبز ديالي ولا الشفنج ان شاء الله، نتقون من بعد باش هكذا نوري لكم الشكل النهائي ديالو.
هذا هو الشفنج المهم اللي طيبت صراحه مشى ليا الحال، وغادي نستمر انا غادي نكمل هذا الشيء اللي بقى ليا كما كتشوفوا، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ولا المهم نشوف على حسب الفيديو.